أهلا بكم مشاهدي الكرام في تغطيتنا الإخبارية التي خصصناها لمتابعة عدد من الملفات المحلية والدولية، وستكون البداية مع الأزمة الاقتصادية العالمية. كشف استطلاع للرأي أن ارتفاع الأسعار يسبب صعوبات مالية للعديد من المواطنين في ألمانيا، وأظهر الاستطلاع الذي أجري بتكليف من مصرف بوست بانك ونشرته صحيفة دي فيلد الألمانية الصادرة اليوم أن واحدا من بين كل ستة مشاركين ذكروا أنهم بالكاد يستطيعون تحمل نفقات معيشتهم، ويمثل ذلك ضعف النسبة التي تم تسجيلها في استطلاع مماثل قبل عام. وذكر أن ثلث الذين شملهم الاستطلاع يضطرون للجوء إلى مدخراتهم للتعامل مع النفقات اليومية. حذرت المفوضة الأوروبية للطاقة كيدري سامسون من أن التكتل قد يعجز عن تحقيق مستهدفاته المتعلقة بالمناخ إذا واصلت الدول في تخفيف خفض انبعاثات الميثان بقطاع الطاقة. ويأتي تحذير المفوضة الأوروبية للطاقة بعدما وافقت الدول الأعضاء 27 بالاتحاد العام الماضي على خفض عدد مرات تفتيش المواقع من الاقتراح الأصلي للمفوضية الأوروبية الهادف للتصدي للانبعاثات. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن تقارير مقدمة إلى أعضاء الكونغرس الأمريكي بياناتها بأن وزارة الخزانة الأمريكية تعد برنامجا جديدا يمكن أن يحظر الاستثمار الأمريكي في قطاعات معينة بالدول التي وصفت بالمعادية. وقالت الصحيفة الأمريكية إن القواعد الجديدة ستتعامل بشكل كبير مع الاستثمارات الأمريكية في الصين رغم عدم تحديد التقرير أسماء الدول. وأضافت وول ستريت جورنال أن أشخاصا مطلعين على الأمر توقعوا أن تغطي القواعد الجديدة استثمارات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري في أشباه الموصلات المتقدمة وبعض أشكال الذكاء الاصطناعي. ذكرت وثيقة صادرة عن لجنة بين كونغرس الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وافقت على 192 ترخيصاً تزيد قيمتها عن 23 مليار دولار لشحن سلع وتكنولوجيا أمريكية إلى شركات صينية مدرجة في قائمة تجارية أمريكية سوداء في الربع الأول من العام الماضي. وقالت الوثيقة إنه تم منح 192 ترخيصا من بين 242 طلب ترخيص تم الفصل فيها بين يناير ومارس 2022، مشيرة إلى أن 115 من التراخيص التي تمت الموافقة عليها احتوت على تكنولوجيا خاضعة للرقابة. أدرجت الولايات المتحدة عددا من الكيانات الصينية إلى قائمتها السوداء للتجارة في خطوة لاقت تنديدا كبيرا من جانب بكين. المزيد نتابعه في التقرير التالي. في تطور جديد للنزاع التجاري بين البلدين، أضافت الولايات المتحدة عددا من الكيانات الصينية إلى قائمتها السوداء للتجارة نظرا لما تمثله من مصدر قلق للولايات المتحدة فيما يتعلق بالأمن القومي أو السياسة الخارجية. وفي رد الفعل،
أكدت بكين رفضها القوي للعقوبات الأمريكية والتي وصفتها بغير المبررة، واعتبرتها وسيلة لإعاقة شركتها العلمية والتقنية. وأعلنت وزارة الخارجية الصينية معارضة بكين، إضافة الولايات المتحدة وحدتين من شركة الجينات البارزة BGL إلى القائمة السوداء التجارية. وطالبت الولايات المتحدة بالتوقف عن استغلال أي حجة لقمع الشركات الصينية، مشددة على أن بكين لا تقبل استمرار تشويه صورتها من قبل واشنطن. كذلك اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماونينغ هذا القرار مثالا آخر على اختلاق الولايات المتحدة للأعذار وقمع الشركات الصينية بأي وسيلة. وأكدت المتحدثة أن بلادها ستواصل الدفاع بقوة عن الحقوق والمصالح المشروعة والقانونية للمؤسسات الصينية. وشهدت العلاقة بين الولايات المتحدة والصين العام الماضي سلسلة من الأحداث المؤثرة في إطار ما يمكن وصفه بالحرب الباردة، والتي تستخدم فيها أسلحة مختلفة لا سيما على الصعيد الاقتصادي، ومن بينها سلاح العقوبات. وتتزامن العقوبات الأخيرة مع تحذير الولايات المتحدة للصين من تقديم دعم عسكري لروسيا، وهو ما يقول خبراء إن من شأنه تغيير قواعد اللعبة في أوكرانيا بعد أن دخلت الأزمة هناك عامها الثاني ولا تلوح في الأفق أي تسوية لها. وفي الوقت نفسه تنفي الصين بشدة تلك المزاعم. كشفت بيانات حكومية أن عدد الشركات الناشئة في كوريا الجنوبية انخفض بأكثر من 7% في عام 2022 مقارنة بالعام الذي سبقه وسط ركود في سوق العقارات. وأفادت بيانات وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في كوريا الجنوبية بإنشاء إجمالي 1,317,000 شركة جديدة في البلاد العام الماضي، بانخفاض تجاوزت نسبته 7% عن العام الماضي. وعزت الوزارة التراجع إلى حد كبير إلى تجديد القواعد الخاصة بأعمال تأجير المنازل وتراجع المعاملات العقارية وانخفاض أرباح العقارات الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة. ولمزيد من المتابعة اقتصاديا ينضم إلينا هاتفيا دكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد. بعد التحية دكتور ماجد، يعني كما تابعنا في بداية هذه التغطية، مسؤولو الاتحاد الأوروبي أو أغلبهم ربما غير قادرين على التوفية بالتزاماتهم تجاه الطاقة أو تجاه المناخ على وجه الخصوص، ولكن الأمر الآخر أنهم تخطوا هذا الشتاء بكل ما فيه من أزمات تعرضوا لها من الطاقة نتيجة لنقص الإمدادات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي أو إلى القارة الأوروبية بشكل عام. لماذا كل هذا الإنفاق ولماذا كل هذه التصريحات رغم على الأرض هناك أمر مختلف في الداخل الأوروبي أو في الداخل العالمي بشكل عام؟ اسمح لي أولا أحيي حضرتك والسادة مشاهدي إكسترا نيوز الكرام. بدون شك أن العالم بيمر بأزمة كبيرة جدا وغير مسبوقة على مدار عقود طويلة، وبالتالي الأزمة مركبة، بمعنى أن بعدما بدأ يتعافى العالم من جائحة كورونا لم يكتمل هذا التعافي إلا وجاءت الحرب الروسية الأوكرانية وألقت بظلالها على دول العالم أجمع، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمي، تباطؤ معدلات النمو في دول كثيرة، بالإضافة أيضا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على مستوى العالم، وبالتالي ارتفاع تكاليف المعيشة أو كما يسمى تكاليف الحياة. وبالتالي في بعض الأحيان تعجز حكومات بعض الدول عن أن توفي بمقدار كبير جدا أو تواجه هذه الأزمة الكبيرة، وهو ما نراه في دول العالم بشكل كثير جدا وكبير، من ضمنها ألمانيا، من ضمنها بريطانيا، من ضمنها دول أخرى كثيرة تعاني اقتصاداتها من ارتفاع معدلات التضخم. وبالتالي الدول أيضا التي تحتاج إلى الطاقة سواء في مجال الصناعة أو في مجالات متعددة أخرى مثل التدفئة مثلا في الدول التي تتسم أو يتسم المناخ فيها بشدة البرد، أحيانا يلجأ البعض إلى ما يسمى بالحكومات
الحكومات، يعني تحدث عن الحكومات في اتخاذ إجراءات ومحاولة التعامل مع هذه المشكلة الكبيرة، إما من خلال السياسة النقدية وإما من خلال السياسة المالية أو من خلال حزمة من الإجراءات التي يتم سنها والقوانين. وما نشهده الآن ويحدث على مستوى العالم، مرور العالم أجمع ودول اقتضتها كبيرة جدا تعاني من هذه المشكلة الكبيرة، وبالتالي لابد من أن يكون هناك حلول جديدة، ومن ضمنها طبعا تتبع بعض الدول حلول جديدة مثل الطاقة البديلة أو الطاقة المتجددة بعيدة عن الطاقة الأحفورية، وأيضا ما يسمى بالتعايش مع هذه الأزمة بشكل كبير جدا من خلال ترشيد الاستهلاك أو ترشيد الإنفاق كما يسمى، والاتجاه للطاقات البديلة. لكن دكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد وأنت معي، يعني في 2019 شهدنا حرب تجارية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، في 2020 شهدنا أزمة كوفيد 19 وانتشار هذا الوباء وتأثيره اقتصاديا وإغلاق العديد والعديد من المصانع على مستوى العالم أو حركة التجارة وتقليل حركة التجارة حول العالم. في 2022 روسيا وأوكرانيا ونزاع مستمر أو عملية عسكرية ممتدة تجاوزت العام وتأثيراتها، وشهدنا أيضا زيادة في إقرار للعقوبات الاقتصادية من الجانب الأمريكي والجانب الأوروبي على روسيا. هل أتت هذه العقوبات ثمارها أم أتت بالعكس على كل موقع هذه العقوبات الاقتصادية وبالتالي يردف الأمر إلى بقية العالم؟ مما لا شك فيه أن هذه العقوبات أتت بمردود سلبي أيضا على الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية أو ما يسمى اتخذت إجراءات لمعاقبة روسيا، وبالتالي تأثرت اقتصادات هذه الدول أيضا بشكل كبير جدا، وهو ما نراه يحدث الآن على مستوى العالم. المشكلة بدأت من جائحة كورونا وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد وأيضا تباطؤ معدلات النمو، لم يتعافى كما ذكرت العالم إلا وجاءت الحرب الروسية الأوكرانية، وأيضا الحرب الاقتصادية الدائرة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. أيضا العقوبات التي تم فرضها لم تأتي فقط بأثار سلبية على اقتصاد هذه الدول فقط، وإنما أتت على اقتصادات الدول في العالم أجمع، بمعنى تأثرت الدول حتى الدول التي لم تتخذ إجراءات عقوبات ضد الصين أيضا تأثرت بتلك العقوبات، على سبيل المثال الدول النامية والدول أيضا التي تحظى باقتصادات ناشئة كثيرة تباطأت معدلات النمو. وكما كان في التقرير السابق قبل المداخلة مثال كوريا الجنوبية التي انخفض فيها الاستثمار في الشركات الناشئة بمعدل يزيد عن 7%، وبالتالي أعتقد أن هذه الأزمة ألقت بظلالها على العالم أجمع، لأن العالم أصبح كقرية واحدة، ما يحدث في الشرق يؤثر في الغرب وما يحدث في الشمال يؤثر في الجنوب، وبالتالي أتفق مع سيادتك في أن هناك تأثيرات كبيرة على دول العالم بشكل كبير، كل هذه الدول في العالم. نعم، حتى الدول الكبرى والدول الناشئة والاقتصادات الناشئة تلجأ إلى بعض الملاذات الأمنة في مثل هذا التوقيت، من الملاذات الأمنة مثلا المعادن وأبرزها الذهب. لماذا تتساقط أو تتراجع أسعار المعدن النفيس عالميا رغم أنه ملاذ آمن في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الأزمات الاقتصادية المتكررة التي يعاني منها العالم لسنوات متعددة أو متعاقبة، لكن هذا المعدن لا يزيد بل نراه في الآونة الأخيرة أسعاره تتراجع؟ بورصة الذهب بورصة عالمية تتأثر صعودا وهبوطا بالأحداث العالمية أيضا مثلها مثل أي بورصة عالمية، حتى بورصة الأوراق المالية، وبورصة الذهب من البورصات الشديدة الحساسية للمتغيرات السياسية والمتغيرات الاقتصادية التي تحدث في مستوى العالم. وشهدنا في فترة ليست بالبعيدة ارتفاع أسعار الذهب عالميا ومحليا، وبالتالي عاد الانخفاض مرة أخرى إلى أسعار الذهب، لكن لم تصل إلى سابقة العهد كما كانت. ولكن لا شك أن هناك علاقة كبيرة ما بين أسعار الذهب وأسعار العملات، وأيضا ترتبط البورصة العالمية في الذهب بما يحدث من أحداث سياسية، حروب عسكرية، أحداث اقتصادية، وبالتالي هناك تأثر بدون شك في بورصة الذهب ومختلف البورصات بمختلف أنواعها بدون شك.
نعم، لكن أسعار التضخم وإعلانها عالميا سواء في الاتحاد الأوروبي أو دوله الكبيرة أو في الولايات المتحدة ولجوء الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الأخيرة لرفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي من قبل الاحتياط الفيدرالي أو بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي في الفترة الأخيرة، ألا تحسن بعض الشيء من التأثيرات الاقتصادية أو التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية؟ بدون شك ارتفاع معدلات التضخم حدث بشكل غير مسبوق على مدار أربع عقود، في يعني منذ أربع عقود لم ترتفع معدلات التضخم بهذا الشكل، خاصة في الدول التي تتسم بمعدلات تضخم منخفضة نسبيا ليست مرتفعة بشكل كبير. ولكن ما حدث أن قابت حكومات هذه الدول باتخاذ الإجراءات التي تتعلق بمواجهة هذه الموجة الكبيرة من التضخم من خلال ما يسمى بالسياسة النقدية، وأحد أدوات السياسة النقدية هو سعر الفائدة، وبالتالي رفعت أسعار الفائدة لتخفيض السيولة الموجودة في الأسواق وجذب المدخرات للحد من ارتفاع معدلات التضخم والحد من وجود سيولة مع الأفراد وبالتالي زيادة الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار. يعني كما نعلم أن هناك علاقة طردية ما بين الأسعار السلع وما يسمى بالعرض، وهناك علاقة عكسية بما يسمى أسعار السلع والطلب، ولكن إذا زاد الطلب زادت الأسعار، وبالتالي تخفيض السيولة من خلال رفع سعر الفائدة وجذب المدخرات يؤدي إلى تخفيض السيولة الموجودة لدى الأفراد وبالتالي انخفاض الطلب نسبيا وبالتالي يؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم، وإن كان يعود على المدار الطويل أو الفترة الطويلة بمردود سلبي وهو تباطؤ معدلات الإنتاج أو ما يسمى الكساد. والأخطر من ذلك أن العالم الآن يعاني من مشكلة مركبة ومعقدة ألا وهي الركود التضخمي. نعرف التضخم ونعرف الركود، ولكن أن يجتمع كل من الركود التضخمي أو ما يسمى بالمصطلح باللغة الإنجليزية stagflation هو يمثل خطورة أكبر على اقتصاديات هذه الدول، حيث يتزامن مع ارتفاع الأسعار انخفاض معدلات النمو وزيادة الكساد وبالتالي انخفاض زيادة معدلات البطالة أو انخفاض أو قلة فرص العمل والتوظف. وأيضا تلجأ الدول إلى السياسة المالية من خلال الإنفاق الحكومي وزيادة الإنفاق الحكومي وبالتالي تؤدي إلى حالة من كما يسمى مواجهة هذه الأثار السلبية لهذه الموجة التضخمية الكبيرة جدا. نعم دكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد، شكرا جزيلا لك. العالم على صفيح ساخن، التضخم في ألمانيا ينفجر. في ظل الحرب الروسية الأوكرانية والحالة العامة غير المستقرة لأكبر اقتصاد في أوروبا، تستمر الزيادة في معدلات التضخم وفي سعر الفائدة بوتيرة مزعجة للمواطنين. Higher interest rates means that it will be much less affordable to buy a house. It also means taking up credit, taking up a loan will become much more expensive. So we will see that these higher interest rates, even though we have an inflation which is mainly driven by energy prices. ارتفعت أسعار المواد الغذائية من 16.6% إلى 18.7% في الشهر السابق، وتسارع نمو أسعار الخدمات من 2.2% إلى 3.6%. While food prices also rose sharply. The rise includes measures meant to stifle inflation. وفقا لتقدير صادر عن وكالة الإحصاء الألمانية، هذه هي المرة الأولى الذي يصل فيها التضخم الألماني إلى رقم مزدوج منذ عام 1951. An urgent need for action. Germany's government is beginning two days of talks aimed at tackling the energy crisis that's driving up the cost of living. أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة صادمة تجاوزت 43.9%،
ومن المتوقع أن تدفع هذه الزيادة التضخم الرئيسي في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي جديد عند 9.7%. أوضح اتحاد لشركات الزراعة بالأرجنتين أنه خفض توقعاته لمحصولي فول الصويا والذرة لهذا الموسم بسبب الجفاف والصقيع غير المسبوق. وقال الاتحاد في تقرير إن الأرجنتين في طريقها لخسارة أكثر من 20 مليار دولار هذا العام بسبب الخسائر الزراعية الناجمة عن كارثة مناخية أثرت على معظم المناطق المنتجة بالجفاف والصقيع، متوقعا أن يبلغ حجم محصول فول الصويا 31,200,000 طن في موسم 2022-2023، بينما سيبلغ إنتاج الذرة 38,600,000 طن لهذا الموسم. ورجح الاتحاد الأرجنتيني أنه قد يتم تخفيض هذه التوقعات مرة أخرى بشكل أكبر في الأسابيع القادمة. سجلت شركة تويتر انخفاضا سنويا بنسبة 40% في كل من الإيرادات والأرباح المعدلة لشهر ديسمبر الماضي. وقال أشخاص مطلعون بالشركة إن هذه النسبة جاءت بعد أن خفض العديد من المعلنين إنفاقهم على منصة التواصل الاجتماعي بعد أن تولى إيلون ماسك مسؤولية الشركة في 27 من شهر أكتوبر الماضي، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 71% في الإنفاق الإعلاني على تويتر خلال شهر ديسمبر. كان ماسك حذر في نوفمبر الماضي من احتمال إفلاس تويتر. تعافت أسعار النفط من موجة بيع قصيرة لتنهي الأسبوع على زيادة مدفوعة بتجدد التفاؤل بشأن الطلب من الصين أكبر مستورد للنفط. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بأكثر من دولار بما يعادل 1.3% لتبلغ عند التسوية 85 دولارا و83 سنتا للبرميل. وجرت تسوية العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 79 دولارا و68 سنتا للبرميل. قال وزير الصناعة الياباني إن الحكومة تعهدت بتقديم دعم مالي وتكنولوجي لمساعدة رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان في تسريع جهودها لإزالة الكربون من اقتصاداتها ومكافحة تغير المناخ العالمي. وأوضح الوزير الياباني أن طوكيو ستأخذ زمام المبادرة في تقديم دعم سخي في التمويل والتكنولوجيا والموارد الشخصية للمساعدة في إزالة الكربون في آسيا. وتهدف اليابان إلى التحول إلى اقتصاد الهيدروجين لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي الملوث مثل الفحم والنفط. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ونعود بعده لاستكمال تغطيتنا على الهواء مباشرة. أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. ما تزال تغطيتنا مستمرة، ولكن هذه المرة مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. كل الكيانات اللي بتعمل في العمل الخيري بوجه لها الشكر والتقدير باسمي وباسم كل المصريين. احنا محتاجين هذا الدور، لأن الدور المجمع واللي متنسق ومتسيطر عليه بشكل كويس نتائجه زي ما احنا شفنا سواء على المستوى الاقتصادي او على المستوى الصحي او على المستويات الاخرى بتاعت الاجتماعيه اللي بتتم. واتمنى لكم التوفيق، واتمنى للجميع التوفيق، وانتم بقيتوا مثل ونموذج للناس اللي زيكم وبيشتغلوا وبيشوفوا قد ايه الامل ممكن يتحقق ويبقى حاجه تفرحنا كلنا وتسعدنا. The
يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي استعداداته لشهر رمضان من أجل توزيع 25 مليون كرتونة للمواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية قبل شهر رمضان على مستوى محافظات الجمهورية كافة، حيث من المقرر أن يتم بدء التوزيع اعتبارا من يوم 16 من مارس الحالي، وسيتم توزيع كراتين المواد الغذائية وفقا لبيانات الأسر الأولى بالرعاية لدى وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة على مستوى محافظات الجمهورية. يستهدف التحالف الوطني زيادة الموارد إلى 20 مليار جنيه خلال 2023 للوصول إلى أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية من خلال تقديم المساعدات والقوافل الطبية بجانب توزيع كراتين غذائية والعديد من المساعدات الأخرى التي يقدمها التحالف، وسيتم التوسع في زيادة عدد المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية سواء من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهيات الصغر أو غيرها من المساعدات التي يقدمها التحالف للأسر في ظل حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا في المحافظات كافة على مستوى الجمهورية. يضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أكثر من 20 عضوا من بينها مؤسسة حياة كريمة، وأسهم في دعم مظلة الحماية الاجتماعية بتسعة مليارات جنيه، والمزيد في العرض التالي. أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي العديد من القوافل تحت شعار قطار الخير ووصل الخير وستر وعافية بهدف المساهمة الفاعلة في تنمية المجتمعات وتلبية احتياجاتها الخدمية والصحية والتوعوية. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأولى بالرعاية، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق أكبر مبادرة إطعام. تطلق المبادرة تحت عنوان خيرك سابق ضمن جهود التحالف لدعم جهود الدولة للحماية الاجتماعية. 5 ملايين أسرة مصرية تستهدف مبادرة خيرك سابق دعمها خلال العام. كارت الخير أولى آليات مبادرة الإطعام، تستطيع الأسرة شراء مستلزمات غذائية بحد أقصى 500 جنيه. منافذ متعددة سيعلن عنها التحالف الوطني في مختلف أنحاء الجمهورية للصرف بكارت الخير. كراتين المواد الغذائية ستوزع على الأسر المستحقة لمنازلها وفق قاعدة بيانات التحالف. وجبات ساخنة ستوزع من مطابخ التحالف بمحافظات الجمهورية كافة. سيعمم التحالف على الجمعيات القاعدية استمارة طلب إطعام شهري ليتم صرف الدعم بموجبها. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا السيد عصام عبد الرحمن مدير المركز الإعلامي لمؤسسة صناع الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. بعد التحية، هناك أنباء عن مبادرة جديدة، لو تعلمنا ومشاهدينا الكرام عن تفاصيل هذه المبادرة. أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المشاهدين.
النهارده التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي من خلال مؤسسه صناع الخير بيطلق نتائج المرحله الاولى من مبادره لمصر نبني اجيال. المبادره تم تنفيذها بهدف دعم صحه اطفال المدارس في النطاقات الجغرافيه الاولى بالرعايه من خلال مسوحات طبيه لكل اطفال المدارس في مركزين، وهم مركز الوقف في شمال قنا ومركز قوس في جنوب قنا. المرحله الاولى انتهت بنتائج قيمه ومبشره في جانب التدخلات الطبيه اللي تم تنفيذها. التدخلات دي شملت قوافل عالجه امراض العيون، عالجه الانيميا، عالجه السكر، عالجه التقزم. كمان كان في اكتشاف مبكر لعدد من الامراض ومتابعتها وقدر الامكان القضاء عليها. النتائج الجيده دي ساعدت بشكل مباشر في تقليل نسب تسرب الاطفال في الاماكن اللي استهدفناها واللي استهدفها التحالف من خلال صناع الخير، عشان تبقى الارقام اكثر اضاءه. نسب التسرب من التعليم كانت بتوصل بسبب التنمر والتصورات الذهنيه حوالين ان الولد الربط ما بين سوء اداء الولد بسبب الهزل والضعف العام والامراض اللي قد تصيبه، وما بين يعني اتصافه بالغباء وعدم التحصيل. فده كان دايما بينفر الطالب او الولد اللي قاعد في الفصل، وبالتالي بتحصل نسب التسرب. تمتع الطالب ده بالصحه وقضائه على الامراض اللي كانت بتواجهه بتخليه اكثر تحصيلا، وبالتالي قابليته للاستفاده من دروسه ويبقى عنصر فاعل اكثر. كل ده شجع التحالف من خلال مؤسسه صناع الخير كمان، وهو بيعلن النهارده اطلاق نتائج المرحله الاولى، انه يعلن تفاصيل المرحله الثانيه من المبادره. ان شاء الله التحالف ومن خلال صناع الخير من بدايه من النهارده هيستهدف ضعف عدد الاطفال اللي استفادوا من المرحله الاولى. اذا قلنا كم عدد الاطفال المستفيدين من المرحله الاولى حتى الان؟ 48 ألف طالب، هم كل طلاب المدارس الابتدائيه والاعداديه في كل مركز الوقف، مدينه الوقف وقراها ونجحها وتوابعها. كمان نفس الكلام مدينة قوس وقراها وتوابعها، وأربع قوافل تم تنظيمهم في مركز ديشنا. المحصلة 48 ألف طالب استفادوا. المرحلة الثانية بتستهدف 96 ألف طالب إن شاء الله في يعني نطاقين مختلفين، تقريبا ضعف الرقم. بالضبط بالضبط. النطاقين المختلفين كمان بيمثلوا تواجد على خريطة مصر. إذا قلنا انه المبادره في مرحلتها الاولى استهدفت جنوب مصر في قنا او جنوب صعيد مصر بشكل خاص، فالمبادره الثانيه او المرحله الثانيه من المبادره بتستهدف شمال صعيد مصر من خلال مركز في محافظه بني سويف، وشمال مصر في من خلال مركز في محافظه البحير. احنا بنستهدف انه بانتهاء المرحله الثانيه من المبادره كمان يكون امام صانع القرار ومعد استراتيجيات الصحه المصريه واستراتيجيات الحكومه المصريه في مجال تقديم الخدمات للطلاب، يكون امامه ارقام واضحه، نتائج لمسوحات على الارض يستعين بيها في رؤيته لتنفيذ الخدمات من خلال توزيع جغرافي ممتد بدايه من البحيره. سيد عصام، بمناسبه الحديث عن الارقام، والارقام دائما تعني الكثير، حجم أو جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي في تحديث قواعد البيانات الخاصة بالأفراد سواء أطفال أو كبار في المناطق المستهدفة على مستوى جمهورية مصر العربية. التحالف الوطني منذ بدايته استهدف القضاء على معوقات المعوقات اللي كانت بتقابل الجمعيات الأهلية المنضوية تحت رايته. من بين أهم المعوقات كان غياب قاعدة بيانات واضحة وشفافة ومرنة، وده كان دايما بيؤدي إلى حاجتين: أولا تكرار نفس الخدمة لنفس الشخص من أكثر من مؤسسة، ثانيا حرمان أشخاص آخرين ومصريين آخرين من ذات الخدمة. عشان كده التحالف منذ إطلاقه في مارس 22 استهدف بشكل مباشر توحيد قاعدة البيانات وتنقيتها وتنقيحها
بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي. وعشان كده قاعدة البيانات اللي تم الخروج بيها واللي بيعمل بيها التحالف الآن قاعدة تحقق العدالة الاجتماعية في التوزيع، في توزيع الدعم وتوزيع المساعدات، كمان تشمل كل مصري على أرض مصر في من أقصاها إلى أقصاها. وكمان الحقيقة قاعدة البيانات مضيئة من حيث الاحتياج. دلوقتي أصبح أمام التحالف رؤية لاحتياجات القطاعات المستهدفة في كل مصر، سواء كان في القطاع التمكين الاقتصادي من ناحية المهن والحرف اللي الأهالي محتاجينها ويعني تؤثر بشكل إيجابي في حياتهم، سواء في القطاع الطبي سواء كمان في قطاع الأمن الغذائي. نعم سيد عصام عبد الرحمن، مدير المركز الإعلامي لصناع الخير، أحد الأعضاء والمشاركين في التحالف الوطني للعمل الأهلي. لو نذهب بالمشاهد الكريم الذي يتابعنا عبر إكسترا نيوز الآن من هذه المبادرة الجديدة ومبادرة مصر تبني نبني أجيال، أو لمصر نبني أجيال، إلى شهر رمضان وخلاص يعني على الأبواب، شهر رمضان مبارك كل عام وحضرتك ومشاهدين الكرام بألف خير، حجم المستهدف في شهر رمضان من قوافل ومن تعزيزات لمشاركة المواطن ولدعم المواطن المصري في كل مكان على مستوى الجمهورية من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي؟ كل سنة وحضرتك بألف خير، كل سنة وكل المصريين يا رب بألف خير، رمضان كريم على الجميع، كرم رمضان دايما بيجي بالخير. تأمين الاحتياجات الغذائية للأسر الأولى بالرعاية أولوية مع دخول شهر رمضان للتحالف الوطني ولكل مؤسساته. عشان كده التحالف يستعد لإطلاق أكبر حملة من نوعها لتأمين الاحتياجات الغذائية لأكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية. لو يعني قلنا انه العدد هيوصل قد ايه، اكيد الرقم هيبقى مفرح جدا. احنا مستهدفين من خلال التحالف مستهدفين 4 مليون أسرة مصرية من خلال توزيع 4 مليون كرتونة مواد غذائية على هذه الأسر. زي ما قلت لحضرتك احنا معتمدين على قاعدة بيانات شفافة ومرنة وصادقة عشان التوزيع يتم بعدالة اجتماعية. كمان عشان ننفذ الرقم الضخم ده بنعتمد على فريق وعدد كبير من شباب المتطوعين في أنحاء الجمهورية. نعم، هذه المساعدات هي مساعدات غذائية فقط في شهر رمضان أم أن هناك مساعدات عينية أيضا؟ التحالف الوطني في خلال شهر رمضان بيشتغل على كل محاور عمله. محاور عمله الأساسية بيتم تنفيذها على مدار الساعة، سواء في التمكين الاقتصادي أو في النشاط الطبي، لكن في موضوع الأمن الغذائي بشكل خاص عشان رمضان يعني ربنا يا رب يعوده على الجميع بألف خير. بيبقى في ارتباط ذهني وفي ارتباط يعني قيمي بفكرة أنه لابد أن كل أسرة يبقى عندها احتياجها وما تضطرش للاحتياج في مع قدوم الشهر الكريم. فعشان كده أولوية للمساعدات الغذائية. أما نوعية هذه المساعدات فهي إن شاء الله هتتوزع في شكلين، 4 مليون أسرة هيستفادوا بكراتين المواد الغذائية، كمان في أسر كتير على مستوى الجمهورية هتستفاد بالوجبات الساخنة اللي هيتم إعدادها من خلال تكيات ومطاعم متنقلة هتنتشر في بعض المناطق على مستوى الجمهورية. وهو شهر الخير وكل الخير لمصر والمصريين. شكرا جزيلا سيد عصام عبد الرحمن، مدير المركز الإعلامي لمؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. مشاهدي الكرام، بهذا وصلنا مع حضراتكم إلى ختام تغطيتنا على الهواء مباشرة عبر هذه الشاشة، شاشة إكسترا نيوز. نشكر لكم طيب المتابعة، ولكم تحياتي محمد المهدي وتحيات فريق العمل للتغطية المستمرة على الهواء مباشرة.